ينكرون الحق ينكرونه لانه غالبا لا يعرفونه ما يعرف وامير المؤمنين صلوات الله عليه يقول فيما يروى عنه الناس اعداء ما جهلوا يجهل احنا عرضنا ضعيف قبل فتره اتصل احد ال... مؤمنين من احدى البلاد الاجنبيه بالعام حفظه الله كان يقول الان اللي انا اكلمكم او في هذه الاوقات فلان مبشر مسيحي دا يتكلم في التلفزيون وقد ربطوا التلفزيونات بعضها بالبعض الاخر والان قدر الذين يستمعون الى هذا المبشر ب مليون واحد مسيحيه عرض لها حضور لها احنا العرض اللي عندنا ضعيف الخوارج هؤلاء كفروا امير المؤمنين صلوات الله عليه وحاربوا امير المؤمنين وقالوا انه كفر وقتلوا امير المؤمنين بالنتيجه بالتاريخ اكو ان الامام امير المؤمنين مضمون القضيه الان دقيقها ما اتذكر ان الامام صلوات الله عليه خطب فيهم خطبه هذه الخطبه امتدت على ما ببالي اما من بعد صلاه الصبح واما من بعد طلوع الشمس الامام بدا بالخطب له إلى الظهر أو إلى قريب الظهر الإمام كان يتكلم وياه يعني كم الوقت الذي استغرقته هذه الخطبة إذا أيام الشتاء كانت أفرضوا خمس ساعات إذا أيام الصيف كانت أكثر من ذلك لعل الإمام ثمان ساعات كان يتكلم وياه فرجع كلهم وتاب كلهم إلا مجموعة محدودة يعني الكلام مؤثر الخوارج ما كانوا يعرفون الإمام صلوات الله عليه أبان لهم الحق فرجعوا إلى الحق ولم يبق منهم إلا كمية معدودة ألوف الأفراد منهم رجعوا